السلام عليكم، مساكم الله بالخير. اليوم طالع لكم ويا البولكن بعد، بس بغيت انوه على كم شغله قاعد يسالون الشباب. اول شيء عشان ما انسى بعجاله، بوغ التنسيم اللي الحين الجديد اللي هي مع البولكن، التنسيم هذا الجديد اللي قام هي الحين مع البولكن، هذا طريقته سهله. في الانكي ورا، تفتح البوغي مال الالنكي مو اللي فوق، في اثنين، واحد فوق واحد تحت. تفتح البوغي، تركب هذا وتسكب لما يطلع الهواء وياك. طبعا ما تكون ساحب، لازم يكون يعني الزناد فالت مغني وتنسم الهواء طبيعي. طبعا انا ما انصح، يعني حق التخزين هذا لازم تخلي فيه هواء. هذا شيء. الحين بيجي اتكلم عن موضوع الريجليتر بالفولكن. شنو موضوع الريجليتر بالفولكن؟ طبعا الحين الدفعه هذه اللي انا وصلتني ويا الستوك الاسود، الريجليتر مالها جديد، يعني غير عن يشبهون بعض. هذا الجديد الحين وهذا القديم، طبعا هم يشبهون بعض في الشكل بس المضمون واحد، نفس السيت نفس كل شيء. اللهم الاختلاف ان هذا يعني نفس، مو نفس قياس السيت، نفس السيت يعني نفس البستن، هذا نفس السيت نفسه بس مو نفس البستن. طبعا قبل كان انا اللي حاط شاشه طالع فوق، ترى قبل كان ينقسم الريجليتر ويطلع ماشي. حاليا ما ينقسم، يطلع البستن من قدام، في قفل هنا يطلع البستن من قدام. شنو الموضوع الحين؟ الموضوع انه يعني كل رامي لازم يعرف كل ريجليتر، كل مصجمة فيها تخزين، بس يتفاوت بين مصجمة ومصجمة. شنو التخزين؟ التخزين هو اللي فترة الركود، يعني انت جيت حطيت مصجمتك على الكهوني، جيت قاعد ترمي 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 ترمي، عندك تنظيم تمام. لما تيجي تخليها تبرد ساعة، يوم، يومين، تيجي تطق ما تلقاها في الغالب نفس ارقام اللي انت كنت ماخذها. فرضا يا تشطح طقة طقتين ثلاث تشطح، او طقة طقتين ثلاث تكون نازلة بعدين ترد تاخذ وضعها الطبيعي. طبعا هذا اذا كان قاعد تتغير درجات الحرارة عندك والأجواء، أنا قاعد أتكلم إذا كان في الجو الواحد. لازم تفهم يعني الشخص اللي يستخدم بندقية، خصوصا في الرميات المسافات البعيدة اللي في انتظار الهدف، اللي قاعد حاط له اليوم رقم معين عنده يبي يرمي هدف معين مسافة معينة، لازم يعرف الفروق عنده بمصجمته. لازم تفهم بندقيتك، هذه البندقية لازم تفهمها وتعيش وياها، تعرف بعد نص ساعة شنو راح يكون أدائها، بعد ساعة بدرجة حرارة 20 شنو أدائها، بدرجة حرارة 30 شنو أدائها. لازم تفهم بندقيتك تعيش وياها. طبعا اللي عنده أكثر من بندقية ويحب يستخدم أكثر بنات، يعني أكثر شسمه، راح شوي يتخربط. أنا قاعد أتكلم بشكل خاص يعني عن استعمالي أنا كفولكن، يعني أنا ما أستخدم إلا فولكن في أطنى. وبين بندقية وبندقية لازم في اختلاف، ما في شيء ثابت، يعني ما في بندقية هذه هي ثابتة كذي، هذا لازم يكون كذي، لا. الحين التخزين شنو، شلون انت تعرف طريقة تخزينك؟ تعرف طريقة تخزينك بشيء واحد، انك انت تيجي تحط كوني وتيجي تاخذ المعدل مال رمي بصجمتك. فرضا قاعد تعطيني 890 ماشي، لما بتيجي ترمي فيها طقة طقتين لازم تعطي يعني تي تجربة. انت الحين انسى القراءات، تي تاخذ ارقام مثل اي احسن رميت، احسن 1 2 3 4 5 6، ارمي الثانية 1 2 3 4 5 6، ارمي الثالثة وارمي محالة بمعدل فاضل 5 اعداد، واطلع عندي الفروق والتنظيم وهذا واحطها على جنب. أي مرة ثانية أزيد العدد، أضاعف العدد، ف
فرضا كنت 5 اسوي 10 ثواني، هذا هني وين ينفع؟ ينفع حق الاهداف والتجميع مسابقات البنتوست وكذي، انك تعرف متى ترمي. انت رميت رميتك الحين لازم تعرف 1 2 بعد 15 ثانيه بعد 20 ثانيه اطلع طلقتي الثانيه، يكون هني اخذ مترجمتي اخذ ضغط مالها عدل. طبعا في الرميات البعيده لازم، لانك انت منتظر رميت رميه راح تنتظر فرض انت يعني حاط لك هدف معين راح تنتظر، انت ممكن تنتظر دقيقه ممكن تنتظر دقيقتين ممكن ثلاث، لازم تفهم صجمتك. تي تقعد على الموال هذا يوم كامل فرضا، تي تاخذ تبي تفهم شنو صجمتك، تي ترمي تصعد في العدد رميات وتسجل عندك. بعدين تي مثل انا جيت الحين ريحتها ربع ساعة، ايش كثر طلع عندي فروم عن المعدل الاساسي، بعدين نص ساعة ايش كثر قاعد يطلع عندي تفاوت في التخزين، يعني رمية ايش كثر يبيلي عشان ينتظم رمية رميتين ثلاثة، زين كم يكون الرقم، كم الارتفاع كم النزول، هذا كله انت تعرفه. لما تي ترمي اوكي انا جيت رميت بمصجمتي رميت رمية اعطتني فرضا 890، إذا كنت ناطر نص ساعة أدري إن مصجمتي فرضا راح تصير 800 أول طقة 880 أو 885، الخمسة فيت أو العشرة فيت على المسافات البعيدة راح تفرق وياك، راح تفرق وياك في صابة الهدف. فلازم تدري إذا مثل والله أنا ريحتها ساعة لازم أعرف تخزين الريجليتر إيش كثر، الساعة عندي ناقص أو زايد 5 فيت 10 فيت 15 فيت 7 فيت، واللي ما يطلع عنده تخزين أفضل. طبعا الحين للأمانة يعني عشان أقول لكم أنا جربت الاثنين، أنا كنت طالب يوم بلغني إن تبدل رجليتر أنا طلبت اثنين، الحين عندي أنا تخزين في رجلي. طبعا هذا ما يعني ما أقول لك إن في شيء ما في شيء، بس لازم تفهم رجليترين تفهمهم، لازم تفهمون رجليترات أو بصجمتك إعدادات بصجمتك من البلف من السبرينج، وهذا تفهم بصجمتك شنو تبي والتفاوت فيهم، لازم تفهم بصجمتك، هذا شيء ضروري يا جماعة، هذه مو ناري هذه هوائي، الهوائي يتحكم فيه عدة أشياء، الأجواء، الحرارة، وزن الصجم، الأمور هذه كلها تدش. عشان تدش وتسوي فوكس صح على المصجمة لازم تشتغل بمهنية واحترافية عالية أساس تفهم أنت شنو قاعد تسوي. لا يعني دائما عود نفسك أنك تدقق وتفهم كل شيء، لا يعني مرتك شغلة كذي لا وقف. ليش تخلق الفكر؟ ليش صار وياك كذي؟ لازم تستكشف الأشياء تفهمها. حاليا الحين انا بالنسبه لي التخزين في الريجليتر الجديد ان شاء الله انه يكون افضل، انا جربته اعطاني نوعا ما يعني يبي لي وقت على ما اخذ، بس نوعا ما تخزينه افضل لسبب واحد، انه ما يكون مثل ما قلت لكم انه يكون معزول، لان في ناس وايد تلعب في الريجليتر تسكير الريجليتر هذا له ضبط معين، يعني لا هو لازم يكون مشدود حيل ولا يكون مرتخي، لان اي فتح هذا مثل العازل، شوفوا اي فتح ممكن يصير فيه تسريب هواء، فلازم يبي له يعني حنكه في طريقه التسكير مالته لقياس معين. حاليا الحين انا بطور اجرب الريجليتر هذا ان شاء الله الجديد ونباشركم فيه اول باول. طبعا مثل ما قلت لكم الاختلاف القياسات العاديه يعني الربلات وهذا كله واحد، بس هذا الريجليتر الجديد، وهذه تكتيكال مالتي اليوم اخذها 5.5 مبروك علي ورقمها 207. سلامتكم وتعيشون، ما ادري اذا في شيء ثاني بعد ولا لا، اتوقع ما في شيء. السلام عليكم، سامحونا طولنا عليكم.